ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. احنا بالضبط المركب الثقافي حي المحمدي لتغطية سهرة فنية غيتكرموا فيها وجوه ديال حي المحمدي، مجموعة تقادة ومجموعة السهام من طرف جمعية إبداع المورود الثقافي بشراكة مع مقاطعة حي المحمدي. تشوفوا أجواء هذه السهرة الفنية، أجيو معايا. تكريم ديال واحد ثلاثة الأهرامات، ثلاثة ديال الناس اللي عطاو للحي المحمدي الكثير وعطاو للمملكة المغربية الكثير. وهاد الناس هذا التكريم هذا تكريم غير عادي، لأن تكريم من الوزن الثقيل كنحسبوه حنا كأبناء الحي المحمدي. المكرم الأول اللي هو الأستاذ حنين محمد عن مجموعة السهام، والمكرم الثاني اللي هو الأستاذ بفطيم هو فاعل جمعوي، والمكرم الثالث والأخير اللي هو السير روداني عن مجموعة التقادة. كنتمنى من الله عز وجل باش يمر هذا الحفل هذا في أحسن الأجواء. أنا اليوم أكرم وسط أهلي، وسط جمهور الحي المحمدي، ووسط الحي المحمدي، ولأول مرة بعدما تم تكريمي في مجموعة من المدن، منها سلا ومنها مراكش ومنها مجموعة من المدن المغربية. فها أنا اليوم عريس دورة هذه الجمعية التي هي جمعية إبداع للمورود الثقافي وجمعية السلام، فأنا فخور جدا بهذا التكريم. اليوم كنت واجدوا في المركب الثقافي الحي المحمدي، هذا الحي اللي هو قلعة الصمود والعطاء بلا حدود، كما هو شعار هذا اللقاء اليوم، هذه السهرة اليوم اللي هي سهرة من نوع خاص، سهرة ديال تكريم ثلاثة الأسماء وازنة في عالم الثقافة والفن والرياضة، ويتعلق الأمر بالرائد السي محمد دخوش الروداني والرائد السي بوفطيم الذي يكرم اليوم بصفته الجمعوية والرياضية. ولكن لا ننسى أن بوفطيم فنان كبير ومسرحي كبير، وكان الطيب الصديقي يريد أن يضمه إلى 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 فرقته المسرحية بالمسرح البلدي، وغير ما مرة ألح على سي دخوش الروداني باش يجي سي بوفطيم، ولكن نظرا لالتزاماته المهنية ونظر لاهتماماته ما مشاش في هذا الاتجاه، ولكن بقى دائما مع الفن وبقى دائما مع الرياضة وبقى دائما يعني أيقونة من أيقونة دعم المسرح ودعم الفن ودعم الموسيقى ودعم العمل الجمعوي. الثالث المكرم الثالث حنين، وما أدرك ما حنين. حنين السهام، حنين أحد المؤسسين ديال فرقة السهام إلى جانب الرائد مشفق. اليوم راكم معنا في هذا العرس ديال الحي المحمدي اللي هو عرس ثقافي فني اللي جامعين فيه ثلاثة ديال الوجوه اللي كتمثل ثلاثة ديال المجالات، الرياضة والفن والعمل الجمعوي. ملي كنقولوا اليوم تكريم هذه الشخصيات هو تكريم في حد ذاته للحي المحمدي، الحي المحمدي اللي هو هوية، هو توحد من كر المكانة ديالها داخل الثقافة المغربية من خلال الإبداعات ديال مجموعة من المجموعات الفنية وكذلك نجوم التلفزيون والسينما. ما نطولش عليكم، المكرمين هما السير روداني عضو مجموعة تقادة، حنين عضو مجموعة السهام، ومصطفى بوفطيم اللي هو قيدوم العمل الجمعوي بالحي المحمدي ورئيس فرع كرة السلة الاتحاد البيضاوي. ملي كنقولوا هاد السميات هادو صعيبة شوية بزاف، ثقيلة في الميزان، خفيفة في اللسان.